لازم ندور الخير تاني مع بعض. على صفيح من لهب يطفو السودان من جديد على سطح عاصفة دموية أشعلها قطب المعادلة العسكرية. مئات القتلى والمصابين في مواجهات شرسة بين الجيش وقوات الدعم السريع. بدأت الخلافات بين الجيش الذي يقوده الفريق أول عبد الفتاح البرهان والذي كان قائدا للقوات البرية في عهد الرئيس السابق عمر البشير ورئيسا حاليا للمجلس السيادي مع قوات الدعم السريع التي أسسها الفريق أول محمد حمدان دجلو والمعروف باسم حميدتي. بدأت الخلافات عام 2019 بعد أن طالب البرهان بدمج قوات الدعم السريع بصفوف الجيش. وقوات الدعم السريع تطورت منذ عام 2003 وانتقلت من ميليشيا إلى قوة تابعة للحكومة في عام 2013 تحت قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطنية. عملت حينها على إلحاق الهزيمة بالجماعات المسلحة في السودان، يقدر عدد عناصرها بمئة ألف مقاتل. ومع الدعوات العربية والدولية لوقف القتال والوصول إلى مقترح أممي بفتح مسارات آمنة بموافقة طرفي النزاع، إلا أن المواطن السوداني الذي يعيش في ظروف عدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي بات الضحية في الأحداث التي قلبت موازين السودان إلى بركان لا تعرف نتائجه المقبلة، سيما مع تمسك طرفي الصراع بالاستمرار في القتال وتحديدا فيما تتعرض له مقر الجيش وقوات الدعم السريع وكذلك مطار الخرطوم ومقر الإذاعة والتلفزيون ومؤسسات شوهد أنها تحترق، لكن لم تعرف ما إذا كانت مقرات للجيش أو هي حرب إعلامية مستمرة بين الطرفين. الأحداث الجارية قدمت درسا عاجلا ليس للسودان وحسب بل لكل البلدان العربية التي لم تحل فيها أزمة الدولة والمؤسسات، خاصة العراق الذي رأى مراقبون أن استقراره يمثل هشاشة واضحة في مسار الدول التي تقوم على تدعيم سلطة جماعات معينة وليس وفق بناء دولة ديمقراطية تمثل الحلم الذي يرفعه كل مواطن عربي كشعار ينادي به في ساحات ملأى بالدم والرصاص. لسنا بعيدين عن ما يجري في السودان. انهيار الاتفاق الإطاري والمفردة أيضا موجودة في العراق. في قدرة ضبط الأحداث بين المؤسسات النظامية والمؤسسات غير النظامية ينذر بتمدد هذه الظاهرة إلى دول أخرى، وفي تقديري أن هناك في العراق ناقص خطر. أما الضحية اليوم فهو السوداني العراقي اليمني السوري، مع كل عربي يتجرع حياة غائبا منها صباح الاستقرار ومساء الهدوء. الليلة بالليل الليلة نمشي شارع النيل أنا وإنت سوا. ترنيمة سودانية إذن بلحن النيل، أملا بحياة هانئة دون أن تراق قطرة دم واحدة.